مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في مساءك عندنا. هنتكلم النهاردة عن موضوع داخل الأسرة المصرية بيهم كل بيت، بيهم كل فرد في المجتمع المصري، وهو الطلاق. ومعانا ضيفتنا النهاردة الأستاذة نهال الحريري الإعلامية. دي بيشرفنا النهاردة في البرنامج. ربنا يخليك. حضرتك النهاردة شايفين نظرة إيه المجتمع للمرأة المطلقة؟ بص، هو نظرة المجتمع للمرأة المطلقة ساعات بيبقى فيها ظلم كتير. لأن هي مش فاشلة، هي بس فشلت في حاجة يعني معينة في الزواج. المفروض إحنا نعمل حملات توعية للمرأة عموما قبل الجواز. على فكره هي بيبقى احنا بنقع في غلطه كبيره ان احنا ما بنقومش بحملات توعيه. الحملات التوعيه دي مش لازم من الام او من الاب، لا، احنا المفروض نعمل حملات توعيه. حملات توعيه من داخل المجتمع. بالظبط كده، يعني زي مثلا ما في عقد الزواج بيبقى المفروض نعمل تحاليل للانجاب، صح كده؟ مش بنعمل تحاليل عشان الانجاب عشان الزواج يتم. لا، احنا المفروض يبقى في شهاده ان هو واخد حمله توعيه قبل الزواج، اللي هي فترة الخطوبة. احنا فترة الخطوبة، فترة الخطوبة، ما احنا المفروض نفهم على اساس ان الاثنين يقعدوا مع بعض. احنا المفروض نفهم البنت والولد يا استاذ سيد، المفروض نفهمهم اسس الزواج ايه هي. ليها اسس وقوانين وقواعد. ما ينفعش دلوقتي مثلا انا كواحدة مخطوبة مثلا لشاب معين اقعد مثلا اتصنع. ما ينفعش التصنع، ان بيجي وقت ويتكشف الستار. فاحنا بنتصدم، بيبقى فيه صدمة، لازم يبقى في وعي، لازم يبقى في تكافؤ اجتماعي، تكافؤ اسري، الاسر شكل بعض، التعليم شكل بعض. احنا مش بنتكلم في الماديات، احنا ممكن نبقى الماديات عاليه جدا بس احنا مش فاهمين يعني ايه جواز. ما هي المشكله ان نسب الطلاق حدثت في اليومين دولت كبيره جدا. زادت ليه بقى يا استاذ سيد؟ ان مفيش توعيه، ان في تصنع قبل الجواز. البنت بقت تقول له انا مش عارفه ايه، وانا بابي وانا مامي، بيتجوز بيلاقيها حد تاني خالص. بيلاقيها يعني بيفتكر الجواز حماده، بيطلع حماده تاني خالص. فهي ما ينفعش. اللي هو تصنع البنت قبل الزواج. قبل الزواج. طيب ما هو في فتره الخطوبه لازم الاثنين يكشفوا كل اوراقهم لبعض. صح، بالظبط. دي يعني اول اوراقهم يعني في التوعيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. عدم التصنع. يعني هي بدايه الطلاق بتبدا من فترة الخطوبة. من فترة الخطوبة، بس احنا ما بناخدش بالنا. اللي هو يبقوا مع بعض يكشفوا كل اوراقهم لبعض. بالظبط كده، انا فيا عيوب كذا وفيا مميزات كذا، احنا بنقول مميزات بس ما بنقولش العيوب. احنا ما فيش حد كامل. ما كامل الا وجه الله. فاهمني ازاي؟ طب يعني طب احنا بنشوف زوجات مثلا بعد يقول لك احنا ممكن نعيش في البيت حتى عشان خاطر الاولاد. عشان خاطر الاولاد. طب الاولاد دلوقتي مثلا في مشاكل. كل يوم شايفين خناق، كل يوم شايفين ضرب، كل يوم شايفين المشاكل بين الازواج، الخناق كتير، ده بيولد يعني الاطفال بيبقوا مش سويين للمجتمع. ساعات بيبقى حل ابغض حلال عند الله الطلاق، بس هو حلال. صح، ماشي، هو حلال. انا مش مع الطلاق، بس هنا اللي بيشتال العبء كله وبيشتال الدنيا كلها الاولاد. بس احنا في ايدينا يعني نخلي اولادنا، بس لازم يكون في تنازلات من مثلا من الزوجين. ما هو بص اقول لك على حاجه برضو. في دلوقتي ازواج بيتجوزوا بيقول لك ايه، لا انا مش نافع العيشه دي، انا اتطلق بعد شهر او اتنين او تلاتة او يوم. بنشوفها على السوشيال ميديا ممكن ساعة. طيب وحالة وجود أولاد؟ ما هي الأولاد هي الركيزة الأولى اللي احنا بنتكلم احنا عليها. احنا المفروض نعمل أقصى في جهدنا ان احنا الأسرة دي تستمر. بس تستمر على ايه؟ على سكينة، على مودة، على رحمة. لكن هي ما فيش ولا مودة ولا رحمة، ما فيش تفاهم، يبقى لازم يحدث الطلاق، ولا انا غلطانه؟ طيب في معايير معينه مثلا لان الانسان يتمسك بزوجته مثلا او هي نغير من نفسنا. هيغير من نفسه، يبقى في قعده نقاش. خلاص احنا دلوقتي عدينا مرحله ما فيش ولا توعيه ولا حاجه وفي مشاكل. يبقى في نقاش. ونقاش صريح، انت بتعملي ده غلط، انا ما بحبوش، انت بتعمل ده غلط. ولازم الزوجين يتقبلوا ده. يعني في راجل دلوقتي، احنا الرجل المصري بيقول لك لا انا الراجل ما بغلطش. ايوه، والست برضو بتهمل في نفسها، والست بتشوف بيتها وزوجها خلاص دي اخر الدنيا. يعني طب ايه اللي يخلي الزوج ان هو يبص بره مثلا زي موضوع الخيانه الزوجيه مثلا؟ ايه اللي يخليه مثلا اهمال من الزوجه؟
مش مهتميه، مهتميه يعني باولادها بس. الطلاق بيبقى من طرف واحد ولا من الطرفين؟ الطرفين يا استاذ سيد، الطرفين بيبقوا مشتركين فيه. اكيد اكيد. والعاقبه بتيجي على الاطفال. بالظبط كده. ايوه. فاحنا المفروض نصلح من نفسنا، يبقى في قاعده بينا ويبقى قاعده صراحه، ونتقبل عيوب بعض ونصلح من نفسنا، مش نسمع بس عيوب وقلنا خلاص. لا انا مثلا كزوجه صوتي عالي، ابتدي اوطي صوتي عشان الحياه تمشي، عشان الحياه تمشي. بس في ناس ما بتتقبلش كده، يعني في واحده عايزه تفرض سيطرتها على البيت. هي المشكله ان بعد الزواج على طول ان الزوج عايز يفرض سيطرته على البيت. بالظبط. والزوجه عايزه تفرض سيطرتها. في تنازلات وفي هدوء. لا. وفي قاعده، عايزه اقول لك حاجه، قاعده الصرح اللي بينا وبين بعض الصراحه ما فيش احسن منها. لكن انا ما دخلتش اهلي، والاهل على فكره ساعات بيفشلوا العلاقه تماما. ما هي المشكله ان هنا الزوجه بتعتبر ان هي ما خرجتش من بيت اهلها، وكل حاجه الو على الموبايل، يا ماما حصل كذا 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 كذا، يا ماما حصل كذا كذا. والام بالتالي مش هتقبل ده على بنتها. فاحنا يعني ليت نشيل موضوع الاهل شويه. يعني الاهل نقول الحلو، بلاش الوحش. الوحش الام اصلا هتشيل من جزء بنتها، لكن لما تتصل بيها تقول لها ده عمل لي وجاب لي والحاجات الحلوه. هنا دور الام بقى، لازم توعي بنتها ازاي تعيش، ازاي تدربها ازاي تعيش. بالزبط. قبل الزواج حتى طبعا لازم تقول لها تستحملي زوجك، لازم تقول لها تبقي كويسه في البيت، بره جوه البيت قبل بره. ايوه. يعني لازم تهتم بنفسها، لازم تعيش ان هي لسه مخطوبه، مش لازم تعيش ان هي مثلا واحده خلاص زوجه ودي نهايه المطاف، لا طبعا. ايوه. لازم تهتم بنفسها وتهتم باولادها وتهتم. وفي زوجات على فكره ناجحين جدا وهم بيشتغلوا، بيشوفوا كل مهمتهم وبيعملوها. لكن هو برضو اللي هقول لك حاجه، دايما كانوا بتاع زمان يقول لك ايه، النجاح الزواج او فشلها من الست. لا، احنا في زمن الست والراجل. لا، انا في تقديري ان الزوجه مهما كانت بتعرف تحنن الزوج، ان هي تقدر ترجعه للوضع الطبيعي بتاعه. طبعا. يعني حتى هو لو وهو يبقى عنده قابليه ده، تكون له كل حاجه، يعني تكون له هي زوجه والام والاخت وكل حاجه. طبعًا. ده المفترض ان ده هو المفترض. ده المفترض. بس وخلقنا لكم من انفسكم أزواج. يعني من نفس الانسان خلقت الزوجه. طبعًا. يعني يعني بص، هي حياه مقدسه، اللي ما يفهمهاش ما يدخلهاش. ما هو تقديس الحياه الزوجيه لازم يكون من الطرفين. ما هو طبعًا. بعدين هو جواز الاطفال اللي بنشوفه النهارده. صح. بيعملوا مثلا بنت بتتجوز عندها 18 سنه و17 سنه، ما بيبقاش بتبقاش عندها وعي شايفه كافي. الحياه اللي جايه فيها ايه، ما بيبقاش عندها وعي كافي، ما فيش وعي ان هي تعرف يعني ايه زوج، يعني ايه بيت، يعني ايه اسره. الام دلوقتي بتهتم بس تعرفي تطبخي ازاي، وتعرفي تعملي اكل ازاي، وتربي ابنك ازاي، ما بتقولهاش ازاي تعاملي جوزك. ايوه. الزوج ده يعني انا عندي مثلا في بيتنا، انا لغايه دلوقتي اهو بقول انا بابايا ده رئيس البيت. ما ينفعش الست دلوقتي ان هي تيجي على الراجل، لا، هي تاخد عينيه بالكلمه الحلوه، بالكلمه الطيبه. والزوج برضو لازم برضو يعتبر زوجته ان هي كل حاجه في حياته. طبعًا. يعني هي بمثابه اللي ماسكه حزام البيت. بالظبط. طبعا هي طبعًا. اللي بتشتل الاولاد، وهي اللي بتربي. بالزبط. وهي بالزبط. اللي بتستنى زوجها لما بيرجع من شغله. بالزبط. وهي اللي بتشتل همه. طبعا يعني. ده الراجل المحترم. بس احنا دلوقتي في جيل في ازواج كتير بعضهم ما بيحترموش الست. لا، ازاي؟ فهي عارفه في ده مثل ده زمان بيقول لك ايه، الدين الاسلامي يعني وصانا على طبعا في على زمان المرأة. مش عارفه يقول لك اللي يقول لمراتك يا ورا اهله يلعبوا بيها الكوره. صح. المفروض الاهل ما يخشوش في الموضوع خالص، ومشاكلنا مع بعض تتحل والدنيا تهدى. لكن الاهل بيقول لك لا انا ابني كويس، وهي بتقول لها برضو انا بنتي زي الفل ما فيهاش حاجه. احنا المفروض نشوف المشكله ونحلها. طيب ناخد فاصل سريع كده ونرجع نكمل طبعًا. الكلام بتاعنا. اتفضل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل اللي بنناقش فيه قضية الطلاق مع الأستاذة نهال الحريري الإعلامية المعروفة. وبنتكلم فيها أستاذة نهال إن إيه شخصية الأطفال اللي بعد موضوع الانفصال. يعني الانفصال كده حدث خلاص
صح. بعد الانفصال المفروض بقى نعرف ولادنا عايزين ايه، والمفروض ان الست المفروض يعني تفهم ان هي لازم تطلع جيل سوي يعرف يواجه المجتمع. لكن في ستات دلوقتي بتعاند يا استاذ سيد، بتعاند عناد فظيع، يعني باباك وحش، باباك كان بيعمل، باباك مش، ما هو باباك لو كان وحش ما كنتش انت اتجوزتيه اصلا من اول. المفروض تفهم بابا ان ده قدوته، ان دي مرايته، اذا كان بقى عندها ولد، اذا كان عندها ولاد، اذا كان عندها لأن يعني عموما هي ديت بنقل شخصيه الطفل. يعني احنا يعني باباك بنبني شخصيه طفلنا. حصل كده الانفصال حصل، وربنا ما اردش ان الحياه الزوجيه تدوم. بس باباك حد كويس، باباك قدوتك، باباك المفروض نكبر مش نصغر. والمفروض ما نيتمش ولادنا الموضوع ده، بس لازم يعني نعمل عليه ايه سبوت كده يا استاذ سيد. ما تيتمش اولادك وباباهم عايش، لا اشوفهم في الجنينه. طب هو هيشوفهم في الجنينه يقعد ساعتين عشان قضيه حكمت بده؟ وبعد طلوع الروح بقى الاب عشان يشوف الرؤيه. وموضوع الاستضافه الجديده، احنا شفنا التشريعات الجديده ان هو عدلوا في موضوع الاستضافه، وموضوع يباتوا مع بعض البنوه الجديده اللي ازاي تتنقل من غير قضايا ومن غير محاكم. انت كده بتحبي ولادك لما تقولي له باباك وانا واحنا بس مش عايشين في بيت واحد. هي استحاله الحياه الزوجيه هنا، ربنا سبحانه وتعالى ما اردش ان الحياه تمشي. هظلمك في نقطه واحده بس، ان احنا مش هنعيش مع بعض في بيت واحد. لكن انت ليك بيتك مع باباك، وليك بيتك عندي، ليك اوضتك هنا وليك اوضتك هنا، وليك حياتك هنا على وليك اساس حياتك ان هنا. الاطفال ما تشتغلش بالظبط. احنا بنيتم الولاد وباباهم عايش ليه في الدنيا؟ ليه العند يبقى يوصل بيننا؟ اذا كان احنا عشنا سنين مثلا بنحارب ان الزواج ده يمشي، مش هنعرف نخلي ولادنا ازاي يحترموا باباهم؟ طب احنا معانا مداخله دلوقتي من فضيله الشيخ ابراهيم البحيري. الو، السلام عليكم. صلوات الله وبركاته فضيله الشيخ، ازي اخبار حضرتك؟ الحمد لله بخير حال. اخبار حضرتك عامل ايه يا فضيله الشيخ؟ حضرتك احنا بنتكلم عن الطلاق. نعم. طب في اي الحالات يجوز للزوج انه يعني ايه يطلق الزوجة، او ابغض الحلال عند الله الطلاق؟ يعني عايزين نشوف معنى الحديث، او عايزين حضرتك تبين لنا الموقف بتاع الطلاق، امتى الزوج ياخد قرار الطلاق مثلا في مع زوجته. تمام. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. إن الطلاق ينبغي تركه إلا من حاجة، وهو أيضا حلال ليس بحرام، ولكنه أبغض الحلال لما فيه من التفرقة بين الرجل والمرأة. تفضل. فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق لسوء العشرة، أو لفسق أحد الطرفين، أو الأسباب أخرى، وهذا يحمل معنى الحث على البقاء مع الزوجة لما فيه من الخير والعفة والمنفعة وغير ذلك، وغض البصر إلى غير ذلك من مصالح. وإذا كانت المودة غير موجودة، أو إن كانت هناك أسباب أخرى، فلا حرج في ذلك. طيب حضرتك الوقت فضلت الشيخ بنشوف أن بعض الزوجات بتسيء معاملة الطفل بعد الطلاق، مثلا تقول له باباك مش عارف ايه، طب باباك وحش، باباك مش عارف ايه الكلام ده. موقف الاسلام من عمايل الزوجه ان هي بتخلي ولادها يكرهوا ابوهم في الوقت ده. هذا امر منهي عنه لكلا الطرفين، سواء الزوج او الزوجه، فهو حرام شرعا لما فيه من التضليل والتدليس، ونهى الاسلام عن هذه الامور. طيب برضك فضيلتك، يعني في بعض الازواج مثلا بيقول ايه، يقول مثلا عليا الطلاق لو رحت عند ابوكي، ما انت طول النهار طول اليوم تبقى عليا مثلا، تبقى طالق مثلا. طب هذا الامر يعني مما جرت به عاده بعض المصريين، او بعض القله وليس الكثره، حينما يقول علي الطلاق. وهذا الامر فيه كفاره يمين. كفاره يمين عدم وجوع الطلاق في هذه الحاله. نعم. عدم جواز الطلاق. اما اذا كان الطلاق صريحا فيقول انت طالق، فهذا يقع. اما من قال علي الطلاق فهذا يعتبر من لغو اليمين.
طب معلش يا فضيلة الشيخ، معلش ليا سؤال بس استاذ سيد. طب واللي بيطلقوا مثلا في رسالة او في التليفون ده يعني بتحاسب ان هي طلقة؟ لا ده امر تاني بقى، ده يرجع للجنة الفتوى، يذهب هو وزوجته ويفتي ويفتيه المفتون في هذا الامر. انما الطلاق الباين فضلتك ان هو يكون وجها لوجه. الطلاق الصريح معروف، يقول انت طالق، ده هذا طلاق صريح. طب وهل وقت الغضب قال لها مثلا روح وانت طالق في وقت الغضب او وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في اغلاق، حينما يكون الانسان مغيب عقله ولا يعلم ما قال ولا يعلم ما في يده من اشياء، او ان قالها فيقول لا ادري، ثم يقول ياتي اليه بالقسم يقسم على ذلك ان كان لا يعلم. يعني في كفاره يمين في وقت الغضب هو مش مدرك ان هو طلق مثلا. لا ده دي مساله ثانيه، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يحكمنا عليه الصلاه والسلام في اغلاق، اينه لا يعرف ماذا قال، فحينئذ لا يقع الطلاق. حينئذ لا يقع الطلاق. طيب وفي ناس بتقول لها روحي انت زي امي او زي اختي او حاجه ما شابه ذلك. مساله ثانيه اسمها ظهار. ظهار. ولكن هنا القضية كما قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كذلك لابد أن احنا نراعي نحافظ على الأسرة سواء كان من الرجل أو المرأة، ونبذ العنف ونبذ البغضاء والكراهية، لأن الله عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هو ده المطلوب يا أحباب، أن احنا نستحضر المودة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها علينا، والرحمة تكون الأسرة متماسكة متحابة، لذلك يكون النتاج نتاج طيب. فضلتك يا شيخ متشكرين للمداخلة بتاعت حضرتك، أفضنا ومن الإجابات بتاعت حضرتك، وشكرا على المداخلة بتاعتك. نسأل الله أن يقبل منا. شكرا يا فندم. ونرجع تاني نشوف الأولاد وبتبقى سلوك الأولاد بتتغير بالظبط طبعا. ولازم نشارك مشاركة الأب، ولازم الاب يشارك يعني الام، يعني مثلا حدث مشكله مثلا في عدم وجودي انا مثلا انا كست، لازم جوزي يتصل او طليقي يتصل بيا يقول لي حصل كذا كذا، لازم المشاركه اليوميه او اسبوعيه. ما كل واحد عايز يجذب الاولاد من يمته. لا دي بقى انانيه، هي دي الانانيه اللي انا بقول لك مرفوضه تماما. انت كده هتطلع الاولاد مش سويين. وهيعلمهم مثلا صفات رذيله زي يعني الكذب، لازم مثلا تقول له ها هقول له بابا، لا مش هينفع، لا لازم تعاقبه مثلا، تقول له تخوفه وتقول له مثلا انت لازم تبقى ليك قدوه، ليك حد يخاف منه. بس هنا في زوجات بتحب مثلا بعد الانفصال السيطره وتقول لك انا الام والاب وانا اللي بصرف وانا اللي جوزي مثلا مقصر معايا فخلاص نلغي الاب. لا انا مش مع المحاكم ومش مع الاب، هو لو في مقدرته يصرف على اولاده ايا كان المصاريف دي ما بتقدر يعني ما بتكفيش الولد، ما طلعش الولد بقى سوي واقول له بقى باباك ما بيعملش وباباك ما بيسويش لا طب ما انا قادره بقى اعمل خلاص اعمل. ده في ابهات بتوصل الموضوع يعني ان هم بيقولوا كلمات عن الزوجه حاجه فوق الرهيبه. بالظبط، يقول له مامتك دي كانت كذا ازاي احنا كده بندمر الجيل اللي جاي عشان اثبت الطلاق يعني بقت بشعه يا استاذ سيد. ما احنا عندنا نسب الطلاق في مصر، انت حضرتك عارفه نسب الطلاق في مصر السنه دي كانت 450,000 حاله طلاق في القاهره، الاسكندريه في 2020 في 2020 22,000 حاله و300 في اسكندريه. انت متخيل؟ الدقهليه 18,800، القليوبيه 11,500 حاله طلاق. طب احنا كده هنعمل ايه في الجيل الايام اللي جايه؟ الغربيه 10,000 حاله، يعني نسب طلاق كبيره جدا مهوله. ليه بقى؟ لعدم اختيار الزوج المناسب في البدايه. بس برضه ساعات بيبقى اسمه نصيب، في ناس يعني الكيمياء مش راكمه مع بعضها، بيبقى اسمه نصيب. مش خلاص بقى احنا وصلنا لنقطه الطلاق، يبقى لازم نعرف احنا بنعمل ايه كويس جدا، نحافظ على اولادنا، الاهم من ده كله نحافظ على اولادنا اللي خلانا مثلا نستمر. في زوجه بتحب انها تتجوز بعد ما ما ما, ما, ما. وده حقها شرعا. وده حقها شرعا تتجوز. طيب احنا معانا مداخله ثانيه من اسماء من القاهره. اتفضل. مساء الخير. مساء الخير يا اسماء.
ايه رأي حضرتك في موضوع الطلاق وموضوع الخطوبة من البداية؟ يعني ايه الحاجات العادات اللي او الحاجات اللي ممكن تعملها البنت قبل موضوع الجواز؟ هي انا بالنسبة لي انا لازم اكون عارفة كويس. انا بالنسبة لي حتى قبل الخطوبة تعرفي ازاي؟ طب يا اسماء بتتحسب علينا كبنت برضو بتتحسب علينا. طيب بتتحسب ازاي؟ يعني هتقعدي معاه، ما ممكن في واحد بيتصنع مثلا في اكله، في شربه، في كلماته، فده يعني وبيظهر إيه؟ كل واحد بيظهر كل الجوانب الحلوه اللي عنده قبل الجواز. بالظبط، وقبل الخطوبه كمان، عشان كده انا بقول ان انا اعرفه كويس قبل الخطوبه كمان. ازاي يا اسماء؟ يعني ازاي مثلا؟ ايه الاسس اللي انت ممكن تعرفيه فيها؟ يعني مثلا لو احنا خارجين مع بعض بحاول اعرف هو بخيل ولا لا. بالظبط، ايوه، في حاجات كتير يعني انا مش هكمل مع واحد بخيل خالص. طب افرضي هو مثلا اظهر مثلا بذخه والكلمات ديت قبل الجواز، طبعا عايز برضو يوصل لقلب البنت اللي ماشي معاها. البخل ده الحاجه الوحيده اللي ما يعرفش يتصنع فيها. البخل ده الحاجه الوحيده اللي ما يعرفش، ما يقدرش. بيبان يعني في اي مهما عمل مهما مثل بيبان. بيبان البخل بالذات. طيب في المشاكل بيبان اذا كان قليل الادب ولا لا، مش عارف ممكن يغلط ولا لا. طيب هو، طب وايه نظره المجتمع للست المطلقه؟ يعني احنا بنشوف ان الست المطلقه ماشيه في المجتمع المصري او في المجتمعات العربيه عموما بيبصوا لها نظره تانية. هم اكيد بيبصوا لها نظره مش كويسه. ليه بقى؟ يعني انت شايفه من وجهه نظرك حاجه زي كده، ايه الاسباب؟ على اساس ان هي بتبقى ست مطلقه قاعده في البيت لوحدها، مثلا لو هي قاعده في البيت لوحدها هي والاولاد، فحضرتك فاهم بقى المنظر. خاضت تجربه الزواج قبل كده، فهي يعني ايه فاهمه، بتبقى مطمع يعني مطمع للرجال في الوقت ده. بالظبط كده. يقول لك الموضوع سهل، عندها الجراءه بتاعه الطلاق. لا عندها ان هي تعيش لوحدها، ان هي تاخد الجراه. لا لا لا، عندها الجراءه في المواضيع الاجتماعيه، ممكن يكلمها في اي حاجه، تبقى سهله انها تتكلم في اي حاجه. بالزبط. غير عن البنت اللي هي لسه ما اتخطبتش، عندها حياء طبعا. مش هتقدر تتكلم في اي حاجه. ده اكيد طبعا. شكرا يا استاذه. مش مع فكره ان انا هكمل مع بني ادم العيشه معاه مرفوضه عشان خاطر فكره ان انا ما اتطلقش. بالظبط كده. طب بس لو في اولاد يا اسماء، هنعمل ايه في الوقت ده؟ ممكن الواحده تتنازل مثلا عشان خاطر ولادها؟ ممكن تتنازل في حاجات، بس في حاجات خلاص ما يعني تبقى الحياه ما بيننا مستحيله، فخلاص ممكن ننفصل ونكمل باحترام. هو يشوف الاولاد وما منعهوش عن الحاجه زي دي، وكمان ما اتكلمش عنه بطريقه مش كويسه قدام الاولاد. بالظبط كده، كنت بكلمك فيه. شكرا يا اسماء على المداخله بتاعتك، ونكمل مع استاذه نهال. بقول لحضرتك يعني نظرة المجتمع هنا بتبص للمطلقة حتى في الشارع، في البيت، في هي زوجة فشلت. مش معنى ان انا فشلت في الزواج يبقى انا فاشلة في حياتي كلها. لا، ده في ازواج عايزة اقول لك بعد ما انفصالها من زوجها بتثبت ان هي بمليون راجل. انا اسفة طبعا. بس هي فعلا الست عندها قدرة لتحمل فظيعة، تعرف تشيل بيت وتعرف تشيل أسرة لوحدها، وتربي أولادها يعني. طبعا هي مش زوجة، هي مش فاشلة، هي مش امرأة فاشلة، لا بالعكس. هي امرأة قوية، ان هي تاخد قرار زي ده، ان هي تقدر تواجه المجتمع زي ما حضرتك بتقول، انها تشتغل وتربي أولادها وتربيهم، وفي الاخر هيقولوا مثلا الام دي ربت. أيوة. بس انا رافضه طبعا فكره ان الزوجه تقول ايه او الام تقول انا الست والراجل. لا، مفيش حاجه اسمها انا الست والراجل. لا، الراجل راجل والست ست، كل واحد في موضوعه بياخد. بالظبط. هي امراه ناجحه وامراه يعني بعون الله ان هي فشلت في نقطه معينه، مش هتفشل في حياتها عموما. يعني احنا عايزين نوجه رساله للست المطلقه، انت مش اقل من اي حد في الدنيا. ان في ستات بتتطلق على فكره بيبقوا يعني غلابه جدا، طيبين جدا، مش عارفين يواجهوا المجتمع. لا، احنا طبعا مش بنقوي الستات على الطلاق، احنا بنقول من الاول لازم يكون في توعيه، واحنا مش مع الطلاق. طب ودور الاب والام هنا فين بقى؟ الاب والام، اب وام الزوجه المطلقه. الزوجه المطلقه لازم في ارشادها، في ارشادها، في ارشادها، في رقابه طبعا. أيوة. ويقولوا لها ازاي تربي ولادك، ويبقى في رقابه على طول. حتى لو عايشه لوحدها يبقى في رقابه، حتى لو هي عايشه لوحدها وهي تعول اولادها
لازم يبقى في رقابه. اهلها اللي بيشرفوا عليها في الوقت ده طبعا، الاب طبعاً. اب الزوجه المطلقه وبعدين احنا دلوقتي بنشوف مثلا اذا كان الام قاعده باولادها، طب ما في بنات من يعني من يعني قبل الزواج بيعيشوا لوحدهم دلوقتي في مجتمعنا هذا بيحصل، يقول لك احنا زي الغرب انا هعيش لوحدي. لا ده انا مش مع الكلام ده بصراحه. لا ولا انا مع كده خالص، لازم البنت تكون في كنف اهلها، في كنف اهلها لحد الزواج يعني. بالظبط كده يعني الراجل لما يجي يتقدم ياخدها من 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 عصمه باباها لعصمته، لازم ياخدها من بيته من بيت ده. بس هي المشكله ان عندنا هنا بعض الازواج ما بعد موضوع الطلاق وبيحصل المشاكل ديت ما بدوش للازواج المستحقات بتاعتهم على الاقل. طبعا طبعا في كتير جدا يعني المحاكم مليانه مكتظه بالقضايا من هذا النوع. احنا مهتمين بالمراه زياده شويه كتير عن الرجل، بس انا عايزه اقول معلومه صغيره للزوج قبل الجواز. بص على ام زوجتك مستقبليا، ايوه بتعامل باباها ازاي، بتقول له ايه، صوتها بيعلى، بتتكلم عليه مثلا في ظهره، تعرف بقى ان البنت لازم هتطلع لمامتها ام الزوجة. بالظبط ام الزوجة هنا لازم الواحد يبص. زي ما بنشوف الرجل البخيل نشوف الام دي مثلا بتاخد فلوس من ورا باباه، بتعمل ايه، بتشوف ايه، نسمع الحكاوي. نشوف الام بتعامل الاب ازاي. دي حاجة مهمة جدا. ان مهما عملت يا استاذ سيد البنت طالعة لمامتها، هي نسخة تبكي الاصل، هتعاملك زي ما هي بتعامل باباها. وتنكح المرأة لحسبها ونسبها طبعا. يعني طبعا نشوف يعني احنا مثلا نقول لا البنت بتاعها مش هتطلع لمامتها اصل هي بتنتقد مامتها. لا لما بعد الزواج فيما بعد هتعاملك زي ما مامتها بتعامل باباها. حتى في افعالها بتقلدها في افعالها. بالظبط تماما. يعني هي شايفه طول عمرها باباها بيتعامل ازاي، اذا كان بتعلي صوتها عليه، اذا كان مش بتحافظ عليه في ظهره، اذا كانت الاب ده مثلا مهمش في البيت فانت هتبقى مهمش بالتالي. دي نقطه بقى يعني نقطه ذكاء، احنا نركز مع الام. ام الزوجه البنت. أيوة أم الزوجة. وإزاي تعلمها برضو تعامل جوزها، يعني ده مهم جدا إنها توعيها قبل طبعًا الجواز. يعني طبعا يعني لازم المفترض إنها بتقول لها الزوج ده حاجة مقدسة. في أم يا أستاذ سيد تقوي بنتها، وفي بنت مش وفي أم مش هقولك بتكسر بنتها، لا بتقول لها ده حقه. وأنا مع الأم دي اللي مش عايزة تخرب البيت. أيوة إذا كان من ناحية الراجل أو من ناحية الست لازم يبقى فيه وقفة. يعني مش لازم الأم تطبطب عشان ترضي بنتها أو الأم تطبطب عشان ترضي ابنها، لا تقول له أنت غلط والغلط نقول عليه غلط عشان الحياة تمشي. أستأذنك بس معانا مداخلة من المستشار نادر القناوي. ألو. أيوه أستاذ نادر، إحنا بنتكلم النهاردة حضرتك عن موضوع الطلاق، وإن في بعض الأزواج ما بدوش حقوق الزوجة بعد الطلاق. من الناحيه القانونيه الزوج له ايه عند زوجته، والزوجه ليه ايه عند زوجها بعد موضوع الطلاق؟ والله يا اساس العلاقه الزوجيه هي علاقه موده ورحمه. اتفضل. ده بنص القران. فالعلاقات الأسرية دي يعني لازم يبقى فيها بين الطرفين نوع من التفاهم والمودة والرحمة. طب بس بنشوف بعض الأزواج حضرتك إن هم بياخدوا حق الزوجة بعد الطلاق. يعني مثلا موضوع النفقة والقايمة الزوجية والكلام ده كله بيخشوا في مشاكل، هل من حق الزوجة في الوقت ده يعني مقاضاة جوزها وان هي توقف المحاكم، ولا يعني تاخد حقوقها منه ازاي؟ اذا ما كانش في تفاهم بينهم بعد الطلاق او بعد الانفصال وبيديها حقها بما يرضي الله، بتضطر الزوجة اللجوء للمحكمة. لاجباره لاعطائها حقوقها الشرعية. أتفضل. وده حقها اللي ربنا قال عليه. تمام حضراتكم. فيعني القضية كلها قضية الضمير بين الطرفين.
مش عملية عند بقى وتعنت، لأن الزوجة برضو بعد الطلاق لها حقوق شرعية ربنا قال عليها. يعني حقوقها دي لازم تربي إليها. طب ما يعني في بقى في بعض أزواج يعني بتعمل إيه بقى؟ بتاخد الممتلكات بتاع الزوجة كلها وتقول لا ده هي خدت حقوقها وهي خارجة. إزاي ازاي الزوجه تثبت مثلا ان هي ما خدتش حاجه؟ يعني في يعني في مره زوج مثلا زوج مثلا ونفقه العده والمتعه والكلام ده هتاخده ازاي وهي خارجه؟ لا حضرتك دلوقتي يعني كان في زوج مثلا حاجه انا علمت بيها ان في زوج بعد ما زوجته خرجت من البيت قام واخد امين الشرطه وعمل محضر اثبات حاله على شقه اخوه اللي فاضيه وقال ده هي هنا خدت العفش بتاعها في حين ان هي ما خدتوش. والله دي بقى عمليه ضمير يعني وصعب اثباتها ان هي خدت حاجتها. انما لان اذا كانت بقى سرقت المنقولات وده موضوع تاني بتطلب فيه تحريات مباحث وتقول اذا كانت الواقعه صحيحه من عدمه. ايوه تمام حضرتك. انما هي يعني انا شايف ان المجتمع فيه تعنت، يعني حقوق النفقات ونفقات الصغار احيانا العند بيخلي بعض الاطراف يتعنت في دفع النفقات. وده يعني حاجه مش وامساكهم وامساكهم بمعروفهم او تسريحهم باحسان. يعني نعم. يعني الناس المفترض ان هي يعني يا اما نعيش مع بعض بموده ورحمه يا اما ننفصل وكل واحد ياخد حقه بما يرضي الله. يعني ما ينقصهاش حقها برضه. يعني لازم الانسان يراعي النقطه دي خصوصا اذا كان عنده اولاد منها، لان دي بتولد ضغينه عند الاولاد. فلازم مراعاه العمليه الاسريه حتى بعد الانفصال. تفضل العلاقه كويسه طبيعيه حتى يعني الاولاد يحسوا بجو من الدفء بين من الاب. شكرا سياده المستشار نادر على المداخله بتاعت حضرتك. شكرا ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل اللي بنناقش فيه القضيه بتاعتنا النهارده وهي الطلاق ونظره المجتمع للزوجه المطلقه. بقول لحضرتك النهارده نظره المجتمع الست اللي بتنزل تشتغل وهي مطلقه بتلاقي سهل ان هي تلاقي عمل سهل انها تصرف على مثلا طبعاً. على بيتها وعلى زوجها. ده رزق بقى. ده رزق ربنا بيبعته لها، ربنا ما ينساش حد. ده رزق ربنا بيبعته لها سبحانه وتعالى وعارف هي نيتها ايه. بس احنا بنشوف نظره المجتمع ليها ان الرجاله مثلا بتربيتها وباسلوبها هي اللي بتفرق. اي ست تقدر تقفل اي باب مهما كان الباب ده ايه، مهما يكون شغلتها زي ايه، طالما شغلها محترمه وهي محترمه وهي محترمه نفسها ومحترمه بيتها وباباها واولادها فهي ست محترمه خلاص، هي ما فيهاش كلام. ما نقولش مثلا اللي احنا دلوقتي دخلنا مثلا بيقولوا نظره المجتمع للست المطلقه ان هي ست ما يعني سهله، لا هي بتربيتها واسلوبها هتنجح وهتبقى كويسه لو هي احترمت نفسها. الست في ايديها كل حاجه. في ايديها انها توقف اي حد عن اي كلمه تتقال. طب معانا مداخله من فضيله الشيخ وليد سعد من المنصوره. فضيله الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ
عايزين بعض من حضرتك بعض النصائح العامة للناس المقبلة على الزواج. والله بس السيد، اولا بوجه تحياتي لسيادتك والجماعه الموجودين معاك في الاستوديو. وعاوزين نقول اولا ان الطلاق ليس الاساس، ولكن الله سبحانه وتعالى احل الزواج لكي يقيم مجتمع امن ومطمئن. وجعل الطلاق الحل النهائي إذا كان هناك شقاق بين الزوجين وكانت هناك استحالة لدوام هذه الحياة الزوجية بين الزوجين، فأحل الله عز وجل الطلاق لكي يحفظ لكلا الزوجين حقهما في الحياة. يا سيدي الفاضل، الله عز وجل حينما أحل الزواج جعل الزواج يقوم على المودة والحب بين الزوجين لكي يقيم مجتمع آمن ومطمئن. ولأن الطلاق ليس الحل النهائي، جعل الله عز وجل الحكم الفاصل بين الزوجين إذا كانت هناك مشاكل، لأنه ليس هناك بيت من بيوت الناس إلا وفيه المشاكل، حتى بيت النبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحدث بينه وبين زوجته أم المؤمنين عائشة بعض المشاكل. ولكن إذا كان هناك حكم من أهل الزوج ومن أهل الزوجة لكي يعيد العلاقة إلى أصلها من الحميمية والحب والمودة، فهذا هو الأصل. ولكن إذا استحالت الحياة بين الزوج وبين الزوجة، فأحل الله عز وجل الطلاق لكي يعيش الزوج حياته وتعيش الزوجة حياتها. الأصل يا أستاذ سيد، بعد إذنك أنا عاوز أستفيد وأؤصل في هذا الموضوع. الأصل أن واجب على أهل الولد وأهل بنت قبل الزواج أن ينكح الأكفاء، لأن إحنا الوقت بنوع في مشاكل في المجتمع، تجد حالات طلاق بشكل مخيف. طب النصيحة إيه فضيلة الشيخ؟ نصيحة حضرتك للأب والأم قبل الزواج لاختيار الزوج نفسه. يا سيدي الفاضل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد. الناس الآن يبحثون عن صاحب المال، صاحب الوظيفة، صاحب العمل، صاحب النسب، ونسوا أن يبحثوا عن صاحب الخلق والدين الذي يتقي الله عز وجل في زوجته. إذا جاءكم من ترضون دينه وصاحب دين وصاحب خلق، أكيد هيتقي الله عز وجل في زوجته، وأكيد هيعاملها بتقوى الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الأساس في الاختيار صاحب الدين. صاحب الدين والخلق يا أستاذ سيد، يتقي الله عز وجل في زوجته. لكن معظم الخلافات بتقوم خلافات مادية، خلافات على العفش، خلافات في الحياة المادية، أو تدخل الأسرة برضو في شؤون الحياة الزوجية من كلتا الطرفين. أكيد يا أستاذ سيد، إذا كان صاحب خلق ودين، أكيد هيكون أهل بيته، أمه وأبوه أصحاب خلق ودين، هيتقوا الله في زوجة ابنهم. يعني الأم أم الزوج، وأبو الزوج هيعامل زوجة ابنه زي بنته، وهيتقي الله عز وجل فيها. تمام. قد يكون هناك تدخلات بسبب المشاكل في الحياة، ولكن الزوج العاقل الفطن هو الذي يحتوي زوجته. يعني لا يفضل أمه أو أبيه على زوجته، ولا يقدم زوجته على أمه أو أبيه، لكل منهما حق منفصل. معنا برضو الأستاذة نهال، برضو عايزة تعرف من حضرتك برضو نصيحة مهمة قوي للتعارف الزوجين قبل الزواج. ايه المفترض اللي يعملوه الاهل عشان يقربوا الاتنين من بعض في فترة الخطوبة؟ يعني عشان نعرف الزوج ده صالح ولا مش صالح لبنتنا مثلا. يا سيدي الفاضل، جعل الله عز وجل وجعل النبي الخطبة قبل الزواج لكي يدخل خطيب البنت إلى بيت أهلها، وكذلك أهل البنت يدخلون إلى بيت
هذا الشاب المتقدم للزواج. قد تطول مدة الخطبة أو تقل، ولكن في كل الأحوال العين والأحوال أمام الناس هي التي تشهد إذا كان هذا البيت صالح أو ليس بصالح. يعني أولا إذا جلست البنت مع خطيبها تتكلم ستفهم يعني ما هي هويته، ما هي ميوله في الحياة. احنا بنشوف ان في ناس متشددة فضيلة الشيخ، يقول لك لا ما يقعدش مع بنتي طالما ما فيش كتب كتاب او ما فيش حاجة. الخطبة احلت لكي يجلس الخطيب مع خطيبته، ولكن في وجود الوالد أو الأب أو الأم أو الأخت، بمعنى ألا يغلق عليهما باب، يتكلمون فيما يخصهم في حياتهم المستقبلية، يسمع منها وتسمع منه، هذا حلال. شكرا فضيلة الشيخ على النصائح اللي حضرتك قدمتها لنا عن موضوع الخطبة، شاكرين يا فندم. شكرا لك يا أستاذ سيد على أن أنت بتمس قضايا تهم كل بيت مسلم، وأدعو الله عز وجل لكم بالتوفيق. شكرا يا فندم، شكرين. شكرا فضيلة الشيخ. حضرتك الوقت سرقنا بصراحة، والموضوع بيجري مننا بالضبط كده. بس أنا عايز أقول لك بس نصيحة يا أستاذ سيد، لازم نحسن النهايات. النهايات أخلاق، إذا كانت من الزوجة أو من الزوج. نهاية الزواج أخلاق وليس إلا، يعني اي بعد ما يتم الانفصال المفترض ان احنا يعني يبقى في احترام على على احترام على العادات والتقاليد والمواد. اذا كنا احنا فشلنا كزوجين على اساس خاطر الاطفال بالضبط، يعني على اساس ان احنا برضو يعني نطلع نحسن النهايات عشان خاطر سويين للمجتمع. ايوه، على بالضبط. اساس ان هم دولت اللي هم بيسيبهم الاهل، ايوه ما يبقاش مشتتين، ما يبقاش لا ما هو ما فيش اهل بيسيبوا اولادهم بس هو عايش. بالظبط هذه الكلمه اللي قلتها لحضرتك، هو عايش اصل يطمن الطفل وابوه عايش ووالدته عايشه، هي ديت اللي بتزعل. نحسن صوره الاب ونحسن صوره الام في غيابها، يا ريت. نهايات اخلاق وليست الا، عشان يعني نطلع جيل صالح للمجتمع. يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى يعني أمرنا إن إحنا نعيش مع بعض بالمعروف بالمودة والرحمة، ما قدرناش نعمل ده وصلنا لأبغض الحلايا عند الله الطلاق، يبقى لازم النهايات أخلاق وليس هو الموضوع ينتهي عن كده، عند الاحترام احترام والتسامح بعد الطلاق والتسامح، حتى لو الاثنين اتجوزوا بالظبط كده، حتى لو دي تزوجت والزوج تزوج بالزبط. يراعوا إن في بذرة ما بينهم يبدأوا يرعوها، أصل الأب ده بالحب والحنين. الأب هيجي في وقت لما مثلا أولادنا تكبر هنروح نتقدم مع بعض، لازم هيحصل وكما تدين وتدان. يعني أنت النهاردة بتعمل خير مع 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 زوجتك بالظبط، بتعمل خير بعد الانفصال حتى ربنا هيوقفه لك الكلمة مثلا. الكلمة الحلوة صدقة. أيوة يتكلم بس اللي هو بالمعروف، حتى بعد الانفصال نتكلم بالمعروف، لازم يكون في معروف وفي حب وفي مودة وفي رحمة عشان خاطر الأولاد ما بين الزوجين حتى بعد الانفصال. طبعا دي اللي احنا بنرجوه مع الناس، يا ريت. يعني احنا دخلنا بحب ومحبة وصلنا لنقطة أبغض الله، بس هو حلال، بس المفروض نحترم بعضنا، نحترم نفسنا. الاحترام بعد الانفصال بالظبط كده، أهم نقطة، هي دي أهم نقطة نحط تحتيها مليون خط، الاحترام بعد الانفصال بالزبط. ولازم ان شاء الله باذن الله هنعمل حلقه باذن الله للموضوع بعد الانفصال متكرره إن شاء الله. بعد الانفصال إن شاء الله. الزوج يحترم زوجته والزوجه تحترم زوجها، وما تاخدش الاولاد في جهه تانية خالص. لا طبعا، وتقول لهم باباك وكذا الاب باباك قدوة. وكذا الاب قدوه زي طبعًا. ما الام قدوه للبنات، الاب قدوه للولاد. ايوه، ولازم الاب برضو يراعي الزوجه بتاعته ويراعي ربنا فيها، يراعي ربنا في زوجته سواء معاه او انفصل عنها بالظبط، يعني سواء معاه او انفصل عنها بالزبط. لان هو ده وكله رايح في مكان واحد اللي هو النهايات اللي الانسان بيشوفها كلها، وهي القبور. صح، القبور ديت اللي هتلم كله، هتلم الزوج المحترم أكيد. وهتلم الزوجه المحترمه أكيد. واللي هيبقى في الدنيا العمل الصالح بالزبط. والبذره اللي احنا بنزرعها في اولادنا بالظبط، اللي هم الاولاد عشان نطلع جيل صالح للمجتمع. بس كده، عشان نطلع المجتمع بتاعنا جيل
يحبوا بعضه. بالظبط كده. والنهارده احنا اتكلمنا عن حلقه الطلاق، واللي تناولنا فيها مع الاستاذه نهال حريري مشكله الطلاق، وافضنا واستفضنا مع فضيله المشايخ والمستشارين في عمليه الطلاق. برضه زي ما الزواج بتاعنا في موده ورحمه، يقبل الطلاق في موده ورحمه. يا ريت. وشكرا لحلقتنا معاكم النهارده في برنامجكم في مسائك عندنا، ونلاقيكم في حلقة جاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.